ألا يسأل عن إنسان مبتلى بسلس البول، مبتلى بسلس البول ينزل منه البول دائما، ماذا يعمل؟ نقول إذا جاءت الصلاة يستنجي، يعني يغسل ذكره ويضع عليه شيء يحفظ تسرب البول، يضع عليه حافظ يمنع تسرب البول، ويتوضأ ويصلي في الحال، صلي في الحال ولو نزل منه بول في الصلاة صلاته صحيحة، لأنه ما يستطيع أكثر من ذلك. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لا يترك الصلاة، يقول أنا ما أستطيع الوضوء، توضأ على حسب حالك يا أخي. إذا بغيت تصلي تستنجي وتحط شيء على الذكر يحفظ البول، ثم توضأ ثم تصلي في الحال شيء وانت تصلي، ما يضر، الصلاة صحيحة لأنك ما تستطيع أكثر من ذلك. نعم.